خلوني ارحب بضيوفنا اللي موجودين معانا النهارده، اثنين من نجوم النادي الاهلي الكبار، النجم الكبير كابتن هاني العجيزه. كابتن هاني ازيك يا كابتن سامي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله شرف ومنور، ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي كابتن، اخبارك ايه؟ تمام، كله كويس؟ الحمد لله. منورنا في الاهلي في المونديال، ولما بتكلم على الاهلي في المونديال طبعا لازم نجيب سيرتكم انتوا الاثنين. يعني دايما بتبقى ذكرى جميله جدا لما بتلعب على المستوى العالمي وبطوله كبيره زي كاس العالم للانديه. عايزين نعرف منكم، مش هتكلم على المستوى الفني ولكن على مستوى تنظيم البطوله، وازاي كانت الاجواء؟ طبعا كنتوا متواجدين مع طبعا مانويل جوزيه في هذه البطوله. هبدا معاك يا هاني، المقارنه على مستوى قيمه البطوله نفسها دي نمره واحد، على مستوى التنظيم وعلى مستوى الفني، المراحل اللي مرت بها هذه البطوله وصولا للمغرب 2023. طبعا يا كابتن هاني، بطوله كاس العالم للانديه دي حاجه مصغره من كاس العالم، كاس العالم اللي هو عموما اللي هو للكبار المنتخبات. انا ليه كان ليا الشرف ان انا كنت موجود في 2008 مع مستر مانويل جوزيه، وفعلا الاجواء بتبقى مختلفه بشكل كبير جدا من ناحيه التنظيم. 2008 كانت في اليابان اعتقد، صح؟ كانت في اليابان. كانت في اليابان برضو، وكان عندنا ماتشين، خسرنا اول ماتش من باتشوكا، حققنا مركز سادس في البطوله دي. الماتش الثاني كان مع فرقه من استراليا، خسرنا 1-0 برضو. تقريبا دي كانت أسوأ بطوله للنادي الاهلي في في في, في تحقيق المركز، يعني حققنا مركز سادس وكان لنا لا وفي خمسه برضو، بس كانت اول ماتش يعني، لان احنا لعبنا ماتش واحد بس في خمسه. لا احنا لعبنا ماتشين في البطوله دي، في بطوله 2008 لعبنا ماتشين، ويعني كان لنا كان في فيديو شهير موجود على اليوتيوب لجماهير النادي الاهلي بعد ما رجعنا من البطوله دي، ويعني الناس كلها كانت زعلانه وكانت مستاءة من الـ من الـ من الـ من الاداء ومن النتائج اللي حصلت. لكن فوجئنا في المطار واحنا موجودين ان جمهور الاهلي، عدد كبير جدا من جمهور الاهلي كان موجود في المطار، واستقبلنا استقبال حاجه بصراحه حاجه تفرح يعني. وكان رد فعلنا يعني، كان يعني الفيديو ده موجود على اليوتيوب، حتى ابو تريكه في اليوم ده كان الكابتن خطيب معانا، كان نائب مجلس اداره، وكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه كان موجود، كان رئيس نادي. ويعني اليوم ده ابو تريكه عيط من رد الفعل بتاع الجماهير، وقد ايه ان جمهور الاهلي بيبقى واقف يعني مع لعيبته في حتى في المحن، يعني وانت خسران جمهور الاهلي بيبقى موجود معاك وفي ظهرك. وبعدها رجعنا وخدنا الدوري، يعني الحمد لله يعني خدنا الدوري بعدها سنه، ثاني سنه كانت مع كابتن حسام البدري، كانت اول ولايه ليه، ودي من المواقف اللي عمري ما انساها في حياتي. يعني الموقف ده دايما في خيالي ودايما في الذاكره بتاعتي. مساندة جمهور الاهلي. ايه؟ مساندة جمهور الاهلي. طبعا. أوكي. طبعا، ان انت بتبقى خسران وخسران ماتشين وفي بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه وقبلها. بعدين انت نازل فاكر الناس هتبقى هتشوفك وهتبقى زعلانه وبتاع، فلاقي صوره مختلفه تماما. انا كمان كان اول سنه ليا في النادي الاهلي، فاستغربت من رد فعل الجماهير بحقيقه، واتفاجئت من رد فعلهم، وقلت قد ايه يعني النادي الاهلي فعلا جمهوره دايما هو رقم واحد ودايما في ظهره. وبعدها زي ما قلت لك يا كابتن هاني، الحمد لله خدنا بطوله الدوري بعدها، وقدرنا ان احنا نكمل المسيره. والحمد لله يعني البطوله دي بيبقى لها اجواء مختلفه. صحيح. بشكل كبير جدا من ناحيه التنظيم. يعني انا ما حضرتش المغرب والكلام ده، لكن في اليابان الوضع مختلف. انا كنت بتكلم مع احمد عادل قبل ما ندخل، بقول له هي البطوله دي سبحان الله تحس ان هي معموله لليابان بس. اه والله العظيم. من السفر والتعب والجو مختلف. اجواء مختلفه بشكل كبير جدا يعني.